السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا آية الكرسي، سورة الإخلاص، المعوذتين. في الفيديو اللي فات كنا بدأنا نتكلم مع بعض عن البروتين ميس فولدنج، وقلنا ان ده بيحصل عندنا لما بتدي مثلا عندنا احنا بنكون بروتين معين، فنتيجة هو بيتكون كده حصل تغير فيه ما تكونش بشكل مناسب، فده بنسميه عندنا ميس فولدنج. وقلنا البروتين ده لما بيحصل عندنا اكيوميليشن وتجمع في جسمنا فبيسبب عندنا بعض الديسيزز او الامراض، زي عندنا الاميلويد ديسيز وده اللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، والبراين ديسيز واللي ده اللي هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله. تمام، فكده ان شاء الله احنا طبعا عرفنا في الفيديو اللي فات، لو ما سمعتوش اسمعه عشان هيفيدك ايه هو ايه هو البروتين ميس فولدنج، وخدنا الاميلويد ديسيز. النهارده ان شاء الله نكمل مع بعض في البروين ديسيز. طيب امتى بيحصل البروين ديسيز ده عندنا؟ قال لك لما بيحصل عندنا اكيوميليشن او تجمع ليه بروتين اسمه بروين. البروين بروتين ده عندنا لما بيتجمع في جسمنا بيحصل مثلا عندنا ميس فولدنج والجسم ما بيعرفش ان هو يتخلص منه، فبيحصل عندنا اكيوميليشن وتجمع داخل جسمك بسبب عندنا مرض بنسميه ترانسميسبل سبونجيفورم انسفالوبسيس، اللي هو بنختصر عندنا في تي اس اي اس. تمام، ده عندنا اسم المرض. ولكن قال لك ان المرض ده عندنا بيصيب، يعني بيصيب عندنا اللي هو الهيومنز اللي هو الانسان اللي هو احنا يعني، وبيصيب الانيمالز الحيوانات وكده. فلما بنلاقي عندنا في حد معين بنديله اسمه ليه، مثلا يعني مثلا لو عندنا صاب الانسان بنسميه كريدس فول جاكوب ديسيز، لما بيصيب عندنا الانسان. لو صاب عندنا التشيب او اللي عندنا اللي هي الاغنام وكده بنسميه عندنا سكريبي. تمام، لو صاب مثلا عندنا اللي هو الكاتل او اللي هي الماشيه والكلام ده كله بنسميه عندنا بوفاين سبونجيفورم انسفالوبس، يعني على حسب المكان اللي هو هيسيب او الكائن اللي هو هيسيبه بنسميه بيديله اسم معين. تمام، طيب قال لك ان هو عندنا بيجي مثلا في الابقار بعد ساعات بيسموه عندنا او يعني الاسم الشائع عليه اللي هو الماد كاو او اللي عندنا البقره المجنونه. تمام، ليه سميناه كده؟ يعني انت لو جيت كده شفت فوق اسمه كده هتلاقي ان انا تعرف ان هو ايه جاي من الاسم ده، لان احنا عندنا كلمه سبونج يوفورم كده يعني واخد شكل السبونج. في يعني ايه، انت عارف طبعا السبونج دي بيكون فيها اول هولز او فراغات بالشكل ده. فلو جينا برده نفس الكلام نشوف هنلاقي اللي احنا عندنا شايف الصوره اللي على اليمين دي دي عباره عندنا عن البرين تيشو. البرين تيشو او اللي هو نسيج المخ هتلاقي فيه عندنا ايه فراغات بالشكل ده هولز. تمام، عشان كده سميناه عندنا سبونج يوفورم. وكمان قلنا عليه انسفالوبسيس عندنا علشان بيصيب الدماغ، لما بيصيب عندنا الدماغ بنسميه انسفالوبسيس او انسفالوبسي عشان بيصيب عندنا ايه الدماغ او البرين، فده عندنا عشان كده سميناه بالاسم ده. تمام، طيب فتلاقي ان تحت عندنا برده نفس الكلام بيقول لك ان هو السبونج يوفورم انسفالوبسيس ده هو عباره عندنا عن مرض بيصيب البرين، عشان كده قلنا عليه انسفالوبسيس، وبيكون شكله فيه هولز او فراغات عشان كده قلنا عليه اللي هو سبونج يوفورم. تمام، طيب تعالى بقى نكمل مع بعضينا ونعرف اكتر عن البراين ديسيز. بيقول لك ان البرايم بروتين ده اصلا هو عندنا بروتين بيكون موجود اصلا بصوره نورمال كده في البرين تيشو، بيكون موجود عندنا في النسيج بتاع المخ، هو موجود اصلا بصوره طبيعيه كده. ولكن نتيجه ان بيحصل فيه عندنا الترت كونفورميشن او بيتكون عندنا بصوره خاطئه بيدينا عندنا شكل غير اللي احنا كنا عايزينه من البروتين، فبيحصل عندنا بقى ديسيز. في الحاله النورمال بنقول عليه بي ار بي او بي ار بي سي بالشكل ده، لكن في الاب نورمال او الحاجه اللي هي الغير طبيعيه بنسميها عندنا بي ار بي اس سي، اللي هي اختصار كلمه او يعني اللي جايه من كلمه سكريب اللي اتكلمنا عنها من فوق كمان شويه. تمام، طيب بقول لك ان في حاله البي ار بي اس سي ده عندنا بيكون في هايلي ريزيستنس تو بروتيوليتيك ديجريديشن، يعني عندنا في الحاله دي البروتين بتاعنا بيكون مقاوم للتحلل البروتين، يعني الجسم عندنا عايز يتخلص منه فالجسم ما بيعرفش بيحصل له، فبالتالي عندنا البروتين ده بيعمل اكيوميليشن او يتجمع، لانه بيكون ساعتها ايه انسولبل اجريجيشن او عندنا تجمعات ما بتضبش اوف فيبرلز او اللي هي من الفايبر اللي احنا قلنا عليه المره اللي فاتت، زي في حاله الاميلويد ديسيز. احنا قلنا عندنا في الاميلويد ديسيز المره اللي فاتت عباره عن فايبرز بتتكون كده وبتعمل اكيوميليشن مع بعضيها وبتكون برده انسولبل ما بتضبش. تمام، فنفس الكلام عندنا بيكون البروتين بتاعنا ده انسولبل او ما بيضبش في صوره اجريجيشن، متجمع في صوره ايه فايبرز عندنا. تمام، طيب زي في حاله الاميلويد ديسيز بالظبط ده نفس الكلام عندنا، فعشان كده قلنا عليه بي ار بي اس سي، بي ار بي اس سي. تمام، طيب تعالى كده بقى نكمل مع بعض ونشوف برده نفس الكلام عليه، هو نفس الكلام برضه بيقول لك ان البراين ديسيز ده هنكمل مع بعض. بيقول لك ان الفرق بين الاثنين اللي هو الحاله اللي بتعمل ديسيز والحاله اللي هي النورمال، هو البرايمري ستراكشر بتاعهم سليم، يعني مثلا السيكونس اوف امينو اسيد داخل البيبتايد تشين التتابع بتاع الامينو اسيد بتاعهم سليم وكل حاجه، هم فيهم نفس التتابع اللي في البرايمري ستراكشر بتاعهم اللي اتكلمنا عنه قبل كده. ولكن عندنا نتيجه حصلت تشينج ان 3 دايمنشنال كونفرميشن، حصل تغير في شكله اللي هو الشكل 3 دي بتاعه، حصل له تغير. مثلا احنا كان عندنا نمبر اوف الفا هيليسز اللي هو الهيليكس شيب اللي احنا اتكلمنا عنه، شكل بياخد اللي بياخد عندنا شكل السبايرال ده، حصل عندنا اتغير او اتبدل عندنا بي اللي هو البيتا شيت، اتبدل عندنا بي البيتا شيت. تمام، والبيتا شيت دي بتكون ريزيستنت تو بروتيوليتيك اجريديشن اللي هو ايه اللي هو اللي عندنا ديجريديشن او ان هو تتكسر، بتكون مقاومه للتحلل البروتيني. تمام،
فنتيجة عندنا اللي هو تغير عندنا شوية من النمبر اوف الفا هيليسز دول اتغيروا عندنا وتكون ما بينهم بدلهم بيتا شيتس عندنا، وحصل لهم عندنا اجريجيشن او اتجمعوا مع بعض ايه، فده عندنا سبب اللي هو البروين ديسيز، سبب عندنا ايه اللي هو البروين ديسيز. نفس الكلام كده تحت عندنا بيقول لك ان عندنا العدوى دي عندنا اللي هو الانفكتيف ايجنت او اللي هو العامل المعلي ده هو عباره عن ارتريد فيرجن اوف نورمال بروتين، نفس البروتين ده اللي احنا عندنا الطبيعي ولكن حصل له ارتريد او ايه نسخه معدله منه، الشيب بتاعه اتغير، فبالتالي عندنا سبب الديسيز او الامراض دي. وقال لك نفس الكلام اللي هو عندنا بيكون اكت از تمبلت، يعني بيمثل عندنا نفس الكلام كقالب كده، يقدر التمبلت اللي هو باظ ده مثلا احنا عندنا بروتين خلاص حصل له مسفولدنج وباظ، البروتين ده نفسه يروح يبوظ بروتين تاني، عمل تمبلت وراح بوظ بروتين تاني غيره، عشان كده بيكون ايه بيكون التضاعف بتاع البروتين ده او يعني المرض ده بيكون مرض تضاعفي بيزيد بكميه كبيره، عشان عندنا واحد بس باظ فالواحد ده يروح يبوظ تاني واحد تاني، فيجوا الاثنين اللي باظوا دول يروح يبوظ اثنين تاني في اربعه وهكذا، فبيكون مرض تضاعفي، عشان كده بيبتدي ان هو عندنا البرين يخسر يعني منه، يبتدي عندنا يتفقد بكميه كبيره، عشان ده في معظم الاحيان بيكون اصلا مرض قاتل، يعني اعوذ بالله بيكون مرض بيقتل في الاخر. تمام طيب، فلو هي كده نفس الكلام هتشوف عندنا تحت كده، شايف شكله كان عامل ازاي، هو كله اصلا عباره عن هيليكس بالشكل ده، يعني في بيتا شيت قليله جدا اللي احنا شايفينها دي، ولكن كله غالبا اللي فيه الغالب فيه هيليكس. تمام، فجي عندنا الهيليكس ده حصل له كونفرميشن او خد شكله معين، وابتدى عندنا شكله اتغير وتحول عندنا ليه بيتا شيتس بالشكل ده. ده عندنا بقى اللي هو ايه، ده عندنا اللي هو البي ار بي اس سي اللي هو عندنا اللي بيعمل انفكشن او اللي بيعمل عندنا العدوى، ده اللي هو النورمال عندنا، ده اللي بيعمل عندنا الانفكشن او العدوى. الباص ده عندنا اللي هو البايظ ده اللي هو خلاص باص كده عندنا، بيروح يبوظ اثنين تانيين يعني، او بيروح الواحد ده يروح يبوظ واحد تاني، فبيبقى عندنا اثنين بالشكل ده. تمام، الاثنين نفس الكلام يروح يبوظوا اثنين سلام تاني، فيبقى عندنا اربعه، يعني كميتهم عندنا بتتضاعف. تمام، فعشان كده هو مرض في الاخر، يعني غالبا بيكون مرض مميت او بيموت في الاخر. طيب نفس الكلام عندنا الصوره تحت ايه، ده هو شكله في النورمال، النورمال شيب بتاعه او شكله الطبيعي، يعني عباره كله عن هيليسز بالشكل ده، مفيش غير يعني البيتا شيت قليله جدا زي ما احنا شايفين كده، فشويه او الهيليكس ده عندنا مثلا اتغير ترتيبه او حصل له كونفرميشن تغير، وادانا عندنا اللي هو البيتا شيتس بالشكل ده، وهو ده عندنا نتيجه حصل له عندنا اكيوميليشن او اتجمع عندنا بطريقه معينه، ابتدى عندنا اللي هو ايه يعمل الديسيز ده اللي هو عندنا بروين ديسيز. تمام طيب، وكده احنا خلصنا مع بعض اللي هو البروين ديسيز، اتمنى يعني يكون سهل وسهل ان شاء الله وبسيط، يعني لو في اي حاجه عيد وان شاء الله هتفهمه. تمام طيب، في عندنا حاجه تانية بقى خير، اخر حاجه نتكلم عليها ان شاء الله، وهي السيستيك فايبروسيس عندنا، ده نفس الكلام عندنا مرض برضه بيحصل فيه، ولكن ده بيكون ايه نتيجه اللي هو الجينيتك ديسيز اللي علاقه بالجينات، الجينات بيحصل عندها فيها ميوتيشن، فبالتالي عندنا بيعمل البروتين ده يحصل عندنا ميس فولدنج ويعمل عندنا المشكله دي. تمام، فقال لك ان البروتين اللي بيحصل فيه المشكله دي بنسميه اللي هو سيستيك فايبروسيس ترانس ميمبرين كوندكتنس ريجوليتور، هو ده اسمه كده، هو اسمه كبير كل ده كله كده واخد اسمه خماسي مش عارف ايه كل ده، بسم الله ما شاء الله. فنختصر عندنا في اللي هو السي اف تي ار، تمام، ده عندنا اسم البروتين ده، ده عندنا طب ايه اللي حصل فيه اصلا؟ قال لك ان احنا عندنا في البروتين او السيكونس بتاع الامينو اسيد ده في البوزيشن 508، في البوزيشن 508 في عندنا فينايل الانين اللي هو الامينو اسيد اللي هو الفينايل الانين، فحصل له ديليشن او اتشال من مكانه، ابتدى كده عندنا اللي هو يتشال من مكانه، ده في حاله اللي هو سيستيك فايبريسيس، البروتين ده عندنا في البوزيشن بتاعه اللي هو 508 حصل عندنا الفينايل انالين دي حصل عندنا اللي هي اتشالت من مكانها، اتشالت من مكانها، فنتيجه كده عندنا حصل له ميس فولدنج، وادانا عندنا البروبر بروتين فولدنج او ادانا بروتين حصل له فولدنج بطريقه مش احنا مش عايزينها، يعني غير اللي احنا كنا عايزينه، فبالتالي عندنا النورمال فانكشن بتاعته حصل لها لوست او اتفقدت، ما قدرش ان هو يعمل الوظيفه بتاعته. ازاي؟ قال لك اصلا ان البروتين ده اصلا عباره عن شانل بيمثل قنوات عندنا بيعدي فيها الايونز والووتر للخلايا بتاعتنا، يعني المكان اللي هو فيه ده بيمثل فيه تشانل بيكون موجود كقناه كده بيعدي فيها الايونز والكلام ده كله، فبالتالي لما هو عندنا يبوظ ويحصل فيه اللي هو الديسيجن او الكلام ده ما بيقدرش ان هو ينقل الحاجات دي، فبالتالي الجزء اللي هو موجود فيه بيتصاب بيحصل له عندنا اصابات. تمام، بقول لك في اغلب الاحيان ده بيكون عندنا بيأثر جامد جدا على اللي هو اللانجس او الرئه عندنا، وبرده بيكون موجود عندنا في الليفر والكيدني والانتستين برده والبنكرياس، ولكن يعني اللي بيأثر عليه بدرجه كبيره هو الرئه والكلام ده كله، بيسبب عندنا اللي هو صعوبه في التنفس، ما في الحاله دي الانسان ما بيكونش قادر يتنفس كويس، يعني لو جينا كده نشوف بالشكل ده عندنا هنلاقي ده عندنا ايه اللي هو المجرى ده كده، في الحاله الطبيعيه النورمال بيكون شايف الميوكوس عندنا بيكون عباره عن سين لاير طبقه خفيفه بالشكل ده، او تقريبا انت مش شايفها او مش واضحه ايه، لكن لما بيحصل له عندنا اللي هو في اللي هو عندنا سيستيك فايبروسيس ده عندنا شايف الميوكوس لاير دي بيتسك، تمام بيتسك،
فنتيجة الطبقة السميكة دي عندنا بيبوظ عندنا الدنيا بقى، مقدرش الإنسان إن هو يتنفس بالطريقة كويسة اللي هو كان بيعملها. ونفس الكلام عندنا تحت، هتلاقي بص هنلاقي كده شايفين عندنا تحت في البروتين في حالة اللي هو النورمال شكله عامل إزاي، طبيعي جدا بينقل جواه الأيونز والووتر والكلام ده كله. لكن عندنا لما بيحصل عندنا اللي مثلا عندنا الميوكس دي بتكتر بالشكل ده، اللي هو الطبقة المخاط دي عندنا بتزيد، والبروتين ده عندنا بيحصل له عندنا ميس هولدنج بالشكل ده، فبالتالي ما بيقدرش ان هو يقوم بالوظيفه بتاعته، فبالتالي عندنا اللي بيسبب عندنا بقى الانسان زي مثلا عندنا صعوبه في التنفس والكلام ده كله، لانه غالبا بيأثر بكميه اكبر على اللنجز او الرئه عندنا. تمام، طيب كده نكون احنا خلصنا يعني الحمد لله في فيديو النهارده كده، يكون فيديو بقى ان شاء الله يكون فيديو سهل وبسيط، لو فيها جزئيه ما فهمتهاش حاول تعيدها وان شاء الله تفهمها يعني. وبس كده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.